دائما للعراق. تأكيد جاء على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في واشنطن. أوباما حذر من أي تدخل لدول أخرى في شؤون العراق، وقال إن آخر الجنود الأمريكيين يغادرون العراق مرفوعي الرأس على حد تعبيره. من جهته المالكي قال إن واشنطن وبغداد مهتمتان بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بينهما. للحديث أكثر عن هذا اللقاء تنضم إلينا مباشرة من واشنطن مراسلتنا نادية البلبيسي. مساء الخير نادية. إذن ما هي أبرز المحاور التي يعني ناقشها الرئيسان، وكيف يقرأ الأمريكيون هذه الزيارة وتوقيتها؟ أهلا بك علا. كما تعرفين لقد كنت في داخل هذا المؤتمر الصحفي وهو مستمر حتى الآن. الرئيس أوباما كان يتحدث عن لحظة تاريخية، قال بأن هذه الحرب التي بدأها الرئيس بوش منذ 9 سنوات قد انتهت الآن بنهاية هذا الشهر وبخروج كامل القوات الأمريكية، لكنه تحدث عن عدم نهاية هذه العلاقة بل بداية علاقة جديدة وصفحة جديدة مع عراق ذات سيادة مستقلة. وأعتقد بأنه يتحدث هنا عن التخوف من التدخل الإيراني عندما كرر أكثر من مرة كلمة سيادة العراق. تحدث عن هذه العلاقة التي قال بأنها ستكون مبنية على علاقات استراتيجية ومصلحة مشتركة، علاقات اقتصادية. الرئيس الأمريكي أشاد بالنمو الاقتصادي العراقي الذي قال بأنه قد يفوق الصين والهند في العام المقبل. تحدث عن علاقات دبلوماسية وسياسية. تحدث أيضا عن تقديم الدعم للجنود العراقيين الذي قال بأنهم مؤهلون منذ 3 سنوات لحماية الحدود لحماية البلد، لكن طبعا هناك بعض الانتقادات بأنهم غير قادرين على حماية الحدود. موضوع سوريا أيضا كان في داخل هذا المؤتمر الصحفي، وقد وجه سؤال للرئيس الوزراء المالكي عن عدم مطالبته بتنحي الرئيس الأسد، وقال بأنه يدعم الشعب السوري في طلباته نحو الحرية، لكنه في نفس الوقت هناك حدود مع العراق، وهو يدرك تماما ماذا يعني هذا، وهو بالدرجة الأولى مهتم بالمصلحة الأمنية العراقية، لكنه يدعم الجامعة العربية وأي مطلب عربي بشكل عام. من واشنطن الزميلة نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك.